الطرف الثاني الإخوة الآشوريين ها اللي في السابق أيضا كانوا كنيسة المشرق، نعم، وكانت تسمى كنيسة نسطورية بالتاريخ، أخذوا اسم الآشوري كقومية، أخذوا اسم الآشوري كقومية، أخذوا اسم الآشوري كقومية. بالحقيقة الآرامية هي اللغة الأم. فكان بلهجتين، لهجة شرقية مثل ما قلت وهي الكلدانية الحالية، والغربية وهي السريانية. شاوي قمايا قاشا داوي ديوخ قلي بشمي قفاشا نشطونايا لدى لما شني